لقد اشتقت إلى رؤية أم نواف في البادية، فمنذ أن تحسن الطقس وهم في البادية. وأنا كذلك اشتقت إلى صديقي أبي نواف. ما رأيكم أن نزور عائلة أبي نواف في البادية؟ نعم يا أبي، يسعدنا ذلك. إذا وصلت إلى هناك سأقوم برعي الأغنام. وهذه الخيمة هي مسكنهم؟ نعم، إنهم يصنعونها من وبر الجمال. حياكم الله. حياكم الله، أهلا يا أم فواز. إنه حامض ولذيذ. إنه الإقط، نصنعه من لبن الغنم. هل ترغبون بمشاهدة كيف تحلب الأغنام؟ نعم نريد ذلك. ما رأيك يا فواز أن نمشي في الخارج؟ هيا بنا. هل تحتاجين إلى المساعدة يا أمي؟ كيف حالك يا خالة؟ بخير يا بني، حياكم الله عندنا. هل من الممكن أن أسألك سؤالا؟ تفضل يا بني. ماذا تصنعين؟ إنني أخض حليب الغنم حتى نحصل على اللبن والزبدة ونتناولها مع الطعام. سيكون طعمها لذيذا جدا. ما شاء الله، يوجد الكثير من الجمال والأغنام هنا. نحن نربي العديد من الأغنام والجمال والماعز للاستفادة منها في لحمها وصوفها ولبنها والتجارة فيها. هل تحب أن تتذوق حليب الناقة؟ نعم. طعمه لذيذ. حسناً، سأجهز لك بعضاً منه لتأخذه معك للبيت. ما أجمل العيش في الصحراء، وخاصة وقت غروب الشمس. هيا يا أبنائي، حان وقت العودة. خذ هذا الحليب الذي وعدتك به، وشكرا لك يا فواز على هذه الزيارة، لقد سررت برؤيتك. وأنت أيضا يا صديقي، أشكرك على كرم الضيافة. في المرة القادمة نجرب الإقامة لعدة ليال لتكون تجربة لا تنسى.